بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. روى ابن عبد البري في التمهيد: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، استقرع أبواب الجنة، وأمن من وحشة القبر، واستجلب به الرزق، وأمن من الفقر. جوروا هذا الحديث عظيم. أربع مناقب عظيمة لهذا الذكر: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، استقرع أبواب الجنة، مش باب الجنة. يعني معنى كده، معنى إيه؟ معنى منطوق الحديث، معناه إيه؟ معناه إنك أنت تفتح عليك أبواب الجنة 8. ده مش بس بتدعى، ده أنت بتستقرع، ده أقوى. يعني بعض العلماء فرق بين إن الإنسان تفتح له أبواب الجنة وإنه يدعى من أبواب الجنة. يعني سيدنا أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا من أمتي رجال سيدعون من كل أبواب الجنة، وأرجو يا أبا بكر أن تكون منهم. فبعض العلماء زي الحافظ ابن حجر العسقلاني قال يعني في ناس تفتح ليه أبواب الجنة، لكن مش شرط إن هو يدعى من كل أبواب الجنة. يعني في الجنة 8 أبواب: باب الوالد صلة الرحم، باب الحج للذين يكسرون من الحج والعمرة، باب الريان للذين يكسرون من الصيام، باب الجهاد في سبيل الله الذين يكسرون للمجاهدين في سبيل الله، باب لا حول ولا قوة إلا بالله الذين يكسرون من حول قوة الله وذاكرين الله كثيرا وذاكرات، وباب لذلك. هنا بقى الحديث ده بيقول ايه؟ جماله بيقول ايه؟ استقرع ابواب الجنة. ما قالش تفتح ابواب الجنة، قال لك استقرع. والاستقراع معناه الطرق الشديد. استقرع ابواب الجنة، مش قالش باب الجنة. مش ربنا سبحانه وتعالى بيسمي القيامة القارعة؟ فمعناها الطرق الشديد. القارع هو الطرق الشديد. استقرع أبواب الجنة، وأمن من وحشة القبر، واستجلب به الرزق، وأمن من الفقر. يبقى أمان من الفقر وبسط الرزق، وأمان من عذاب الفقر القبر، واستقراع الأبواب الجنة الثمانية. فيا ريت، وهو ذكر مهجور لا يعلم أكثر الناس. قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن، وروي عن مالك ايضا، ترجى بركته ان شاء الله بالنص. هذا حديث حسن ترجى بركته، حديث حسن ترجى بركته ان شاء الله. فبيت كلنا نواظب على هذا الذكر العظيم 100 مره كل يوم. ولا هكتب لكم الحديث في الراس بتاع الفيديو، نسخوا هذا الكلام وانشروه، ونشر هذا العلم فيه ثوابا عظيما. من علم علما فانه اجر، من عمل به يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. تشوش تفعيل الجرس واشتركوا في القناه لاصلكم كل جديد، وللسعيدون على السنة التربوية. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.